الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا، إن قلت كيف تكون نيتي عند إرادة القضاء عنه، ماذا أنوي؟ الجواب: تنوي الصيام عنه بالوكالة، بمعنى أنك تعزم أو يقوم في قلبك، لأن النية عمل قلبي من غير تلفظ اللسان، بأن صومك غدا عن فلان بالوكالة عنه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك بذلك.